لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. ينبغي للمسلم يا إخواني أن يحيي هذه السنة. علم أولادك في البيت، كثير من أولاد المسلمين ما يهتمون بهذا التكبير في هذه العشر، وكأن هذه العشر مثل العشر التي في ربيع أول أو في جماد أو ما إلى ذلك. لا، هذه عشر عظمها الله وبين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا إخوان في اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام.